قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ أو صحابي جليل من صغار الصحابة، قال يا معاذ والله إني لو حبك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يقسم، لكنه حتى يبقى للحديث مقاما في قلب معاذ، إلى أن قال له هل أدلك ألا أدلك على أبواب الخير، أي أن الخير لا يمكن أن يكون محصورا في شيء واحد، لأنه قلنا إنه محصور في الصدقة لضاع الفقراء، ولو قلنا إنه محصور في الصيام لضاع المرضى، لكن الله عز وجل جعله منفتحا. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هذه أول الخطوات، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وفي حديث تطفئ غضب الرب. فكلنا ذو خطأ، كلنا يقع منه من الخطأ ما يقع، فعندما يكون الإنسان متصدقا على الأقل بهذه الصدقة يدفع غضب الله عنه، أي يدفع غضب الله عنه في الدنيا حتى لا يبادر بالعذاب. ولهذا جاء في الحديث إن الصدقة تقي مصارع السوء، أي توطن تمهد تهيئ لأن يختم للإنسان خاتمة حسنة. هذا كله في مراحل الإنسان. يبارك الله عز وجل في المال، في الحديث ما نقص مال من صدقة. إذن الإنسان يتقي الذنوب التي هي أعظم ما على كاهله ما على ظهره، والأمر الآخر يبارك الله عز وجل في ماله، وقد دلت على ذلك آيات وأحاديث كثر. حتى تأتي ساعة الموت، ساعة الموت ما الروح؟ الروح شيء لا نعلم كنها، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أعطاها الله عز وجل ملك. هذا الملك يأتي لبني آدم وهم أجنة في بطون أمهاتهم. عندما يكون الإنسان جنينا تعلمون جميعا يمر بمراحل، هذه المراحل متشابهة، إن كان نطفة إن كان علقة إن كان مضغة مخلقة غير مخلقة، حتى يأتي الملك ينفخ الروح يتغير الوضع. قال الله عز وجل فكسونا العظام لحما، ثم قال ثم أنشأناه خلقا آخر، خلق مختلف. لماذا خلق مختلف؟ لأنه يدخل فيه الحركة، يدخل فيه الاضطراب، يصبح نفسا معصومة لها وعليها، يصبح نفسا معصومة. ربنا يقول ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا الملك عندما ينفخ الروح أين تذهب الروح؟ ليس للروح مستقر واحد في البدن، الروح تأتي في الجسد كله، في كل الجسد، لا يبقى موطن في الجسد إلا والروح فيه مكان. فيصبح هذه الروح مع طول الدهر أو قصيره يصبح هناك ألفة ما بين الروح والجسد، تصبح كأنها شيء واحد. قال ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. عندما يأتي ملك الموت يسلب الروح، قلنا إن الروح ليس لها موطن، يحتاج إلى أن ينزعها من الجسد كله. فلو جئنا بها بالطريق الآلي المحض لكان في نزعها مشقة، لكن كلما كان للعبد عمل صالح أمر ذلك الملك الذي ينزع الروح أن ينزعها برفق، ويعطيه الله قدرة على أن ينزعها برفق. هنا تأتي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة هي التي تكون بين عيني الملك قبل أن يقبض الروح، فعلى قدر العمل الصالح يكون نزع الروح. فتأتي الصدقات من أعظم القربات عند الله عز وجل، إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي. ولما قيل لأبي الدرداء وهو أحد حكماء وكبار الصحابة قيل له فضل الصوم، قال إن الصوم ذو فضل لكن ليس بذات، يعني لا يصل إلى المحل الأرقى. فلما سئل تلا قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تأتي الصدقة، تأتي الصلاة من قبل، تأتي بأمور الدين تجعل الملك يرفق بهذه الروح، إن كانت روح جسد إن روح رجل أو روح امرأة، وهو ينزعها. ثم كل أحد أمد الله في أعمالكم على طاعته يخلى بينه وبين قبره، تحل عنه أربطة الكفن، تأتي الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لتذهب عن أهلها حر القبور، إن الصدقة لتذهب عن أهلها حر القبور. كتب الله جل وعلا أن هذه القبور مملوءة ظلمة، هذا في الأصل على أهلها، مملوءة حر على أهلها. تأتي الأعمال الصالحة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على قبر امرأة لم يدرك
تشيع جنازتها قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. فدعاءه صلى الله عليه وسلم وصلاته ليست كصلاة ودعاء غيره، كذلك أعمال صالحة نص هو عليها وهو الصادق المصدوق. إن المؤمن يذهب عنه حر القبور صدقته، والصدقة هنا بابها مفتوح سواء كانت في الماء أو في غير الماء، لكن الآن نوصل نحن لقضية الصدقة وأثرها على العبد.